خلينا نفرح له. حلوه جدا جدا جدا. تشجعي؟ اه طبعا طبعا. تشجعي اصدقائك؟ اه طبعا كلهم. اليوم سائحتنا من مصر اوكي جبناها الى ديليجان، شافت البحيره المتجمده، قالت ارد انزل واتمشى فوق البحيره، وهذه هي امامكم. هلو، انا فوق البحيره دلوقتي هي متجمده. والاجواء بارده ولا حاره؟ بارده جدا جدا جدا. وعجبكم ارمينيا؟ جدا. تشجعين اصدقائك بزياره ارمينيا؟ هذه بحيرة بارز في ديليجان ومتجمدة بالكامل. معظم سواحنا اللي زاروا أرمينيا اصطحبناهم هنا لهذه المنطقة واستمتعوا بالزيفلاين والقوارب، لكن للأسف اليوم لا زيفلاين يشتغل ولا قوارب، فقط البحيرة المتجمدة.